أهلا وسهلا بالنجم المميز والمتميز بالساحة الغنائية أكيد وبقلوبنا نصيف زيتون. يا أهلا وسهلا عماد، أنا مبسوط أنك معنا اليوم بالحفلة. أهلا وسهلا. أكيد رفقتك بمسارح كتير وعديدة عربية وعالمية. قبل ما نحكي عن اليوم وطلتك المميزة بلندن، خليني لك ألف مبروك فعلا كل 2017 وبداية 2018 ما شاء الله عليك، اللي كمان زرت فيها مسارح كبيرة، ومنا بالسويد ومنا الأردن والحبل على الجرار أيضا. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله السنة منيحة كانت وإن شاء الله تكفي أحسن وأحسن. السنة الماضية كمان روعة، اليوم عنا بالبلاديوم إن شاء الله يا رب هيك بنعمل حفلة حلوة، ومتفائل خير، متفائل خير إن شاء الله يا رب. درت عدد كبير من الدول الأوروبية، وأول زيارة أول مرة يمكن تعمل حفل بلندن، ومثل ما شفتك هيك قلت جملة أنا بقولها كتير، لو زرنا بلدان كتير لندن إلها طابع خاص عنا. حسيت هالشعور؟ أنت حبيت لندن؟ ليك أول مرة لي بلندن، ما كنت متخيل رح أحبها. ليك مدينة روعة، يعني البلد روعة. هلا ما فيني كتير أحكي يعني وفيد بالحديث لأنه صار لي يومين، بس إنه بالمبدأ بتاخذ فكرة عامة هيك، بس تفوت تشوف البلد النظام كبلد روعة. أنا بدي أحكي على دائما بنتأمل هيك تصير بلادنا بهالمستوى، خلينا نقول عندنا نحن حضارة أكثر منهم يعني، ونحن إذا بدك تاريخيا أقدم وأعرق، بس دائما هيك بتنغص، بس تشوف هيك شيء نظام وبس تشوف هيك قصص بتنغص. ف بتخيل لندن من الدول الأوائل اللي عندنا، مش غريب النظام هون. ايه انبسطت بس شفت شيء. والله تعمل شوبينج شوي 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 اكيد اسي شوبينج هون قوي، بس ايه شوي في اشياء حلوة. وشو ما لبست بيلبق لك؟ شو هذا نسر طير ما شاء الله اليوم حتحلق مثل هالطير اللي على كتفك؟ ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله. الله هيك ان شاء الله. اهم شيء نعمل حفلة اليوم حلوة وتطلع العالم مبسوطة، انا هذا اللي بيهمني. انا بتمنى اتصور والله معكم واحد واحد، احنا بنعمل جد اللي فوق، انا بعتذر منكم كثير. اخر شيء يلا هناك حطيت أغنية للسلطان أبو وديع اللي كتار بتعرف قديش عنده قاعدة جماهيرية، فينا نعتبره كمان هو الأقرب لقلبك ومحب لأغنيات للسلطان. أنا كل الفنانين خلينا نقول اللي سبقوني خلينا نقول بالنجومية وبالمراحل، خلينا نقول الفنية، أستاذ جورج وسوف، أنا بحب كتير أستاذ وديع الصافي، الأستاذ زكي نصيف، بس ما بعرف صار لي فترة عم غني الأستاذ جورج وسوف. كمان الأستاذ جورج وسوف ساكن بذاكرتنا يعني، خلينا نقول وأعماله لا تقل عن باقي أعمال العمالقة، خلينا نقول وعملاق من بلدي، أنا بشرفني غني له وين ما كان وإمتى ما كان. وأنا على الصعيد الشخصي بحبه كتير وبحب أعماله وبنبسط بس غني له. هذا المسرح عريق مثل ما شايفينه، بلاديوم هي صالة ملكية، وقف عليك كبار النجوم. شو الشعور لما توقف هيك بمكان وقف عليك النجوم كبار، يمكن أنت واللي سبقوك تربوا على صوتهم؟ شعوري مثل شعور أي فنان أتخيل. وقفت أنا كمان على قرطاج، وقفت على خلينا نقول في مسارح كبيرة، موازين طلعنا بموازين. لكن المسرح ايه اللي بيشوفه بتفرج على المسرح شكله مرعب يعني، حلو مرتب كتير بس ما بعرف اذا الشيء اللي رح اقوله منيح، بس انا مبسوط هون لاني شايف اشوف الجالية العربية صراحة، بس
مثل رهبة قرطاج ما بتخيل ما يعني، بس المسرح حلو يعني، والأهم من المسرح أنا بالنسبة لي إنه نلتقي جالية عربية، بس دائما في رهبة. أنا دائما عندي مشكلة قبل كل حفلة شوي هيك بتلبك على خير. لما منغني بصالات بفنادق يمكن مناسبات، أم منغني بثياتر ومسارح مثل قرطاج وموازين، فيها اختلاف بالشعور؟ فيها ريبرتوار معين بيتحضر؟ شو شعورها؟ بتتغير طريقة الأغاني، القاءة بتتغير بكل صراحة. الحفلات خلينا نقول الأوتيلات الفنادق والمطاعم ببها، بس أنا بلاقي حالي على المسرح أكتر، ميال للحفلة كونسرت تكون عالم عم تحضر، أنا بشوفها أقرب. بس إنه بالحياة بدنا نعمل كل شيء، نحن بدنا نرضي كل الأذواق وكل العالم. يعني ممكن يجي وقت وتاخذ قرار إلى فقط إلى المسارح فقط؟ صراحة هذا حلم كل فنان أتخيل بكل صراحة، بس أنا لساتني هيك جناحاتي صغار يعني، مش خارج أحكيها الكلمة بكل صراحة. خلي فنان، أنا مسيرتي الفنية ما تتعدى هاي الكلمة تبع أنه أنا ما غني على، لا أنا بغني لكل العالم، بغني وين مكان، وبشرفني وبشرفني أي دعوة من أي مكان وين مكان. طبعا ضمن الأماكن اللي فيها لياقة وأماكن اللي ما بتأثر لا فيني ولا بالناس، بس حفلة كونسرت تكون دائما بالنسبة لي كل شغلي حلم، حلم كل فنان مش حلمي بس. الحلو أنه اليوم اقترن اسمك بليستة اللي مرقوا هالنجوم الكبار بالباليديوم. بقى روعة الحمد لله، هيدا دليل أنه نحن أنا عم بمشي بطريق صحيحة، إن شاء الله يا ربك تكفي. أنا دائما متخوف لقدام، ما نوقف عند اللحظة يعني، إن شاء الله نكفي هيك وإن شاء الله نضل ملعين بهالطريقة الجيدة. خبرنا عن التنظيم الحفل اليوم، قديش لأنه التنظيم نعرف قديش بيأثر وبيريح الفنان وقت ما بيوصل للبلد اللي بده يغني فيها، باكستيج وأي إيفنت. أنا بتشكرهم، بتشكر خينا علي وبتشكر خينا أيمن، ما قصروا وقت ما وصلنا للحفلة لهلا كله تمام وكله بخير. المسرح روعة، التحضير روعة، أهم شيء برجع بعبيت حكي بتخيل عماد، إن شاء الله نعمل حفلة حلوة والعالم تطلع مبسوطة، وأنا ممنون كل حدا اشتغل من قلبه وممنون كل المحبين. Oh,
ما شاء الله عليك يعني من كثرة الحفلات بدنا نسألك قديش فيك تعطي وقت لتعمل أغنيات جديدة كليبات جديدة، شو محضر قبل موسم الصيفي من أعمال لجمهورك اللي بيحبك؟ موسم الصيف ما بتخيل، بتخيل الألبوم بعد شهر خلينا نقول 8-9 عم نحضر، عم بلش نحضر الألبوم، تقريبا اخترنا تقريبا كل الأغاني، وهلأ بعد لندن إن شاء الله يا رب راجعين نفوت على استوديو، يعني نبلش نحط الأغاني باستوديوهات وتفوت توزيع إن شاء الله خير. بوعد العالم بألبوم حلو، أنا اللي شايفه واللي عم حضر له خلينا نقول راضي عنه، إن شاء الله يا رب هيك بعد خلينا نقول بعد ما يتوزع ونحط الصوت نشوف النتيجة كلنا مع بعض مع العالم، إن شاء الله يلاقي صدى واستحسان مثل طول اليوم ويكون الأغاني أحلى إن شاء الله يا رب. وعم تعدد لهجات يعني حتى العراقي عم تغني وعم تغني حلو كمان، بدنا إن شاء الله نكون عم نقدر نرضي كل الأذواق إن شاء الله. عملك الجديد في أغنية عراقية خليجية مصرية نوعت، شو شو أوراق أو بعض أوراق هذا الألبوم الجديد؟ مصري، في مصري إن شاء الله يا رب، عراقي أو خليجي لسه ما مبين، خليها مش واضحة الصورة. ما يعني اتجاه ألبوم كامل مش سنجل في عنا ايه؟ لا ألبوم، ألبوم 100%. نصيف بعد اليوم في تحضيرات ولقاء مع جمهور اللي بحبك بألمانيا بمدينة كولن ب 30 أبريل نيسان. كمان عماد أنت معنا؟ بإذن الله معك. لا التحضيرات تمام بإذن الله، حفلة حلوة وأنا ألمانيا صار لي سنة سنتين مش رايحين، آخر مرة كانت من ثلاث سنين. متشوق كمان أشوف الجالية العربية، في جالية عربية كتير حلوة، جالية سورية حبايبنا أهلنا، إن شاء الله يا رب هيك كمان نروح نعمل حفلة تليق بمحبتهم وتليق فيهم إن شاء الله يا رب. نصيف أنا عم تابعك من ولادتك من برنامج ستار أكاديمي لوصولك ما شاء الله لليوم، أنت نجم من الصف الأول وصلت. إذا رجعنا شوي كم سنة لورا كان حواليك منافسة زملاء عم ينافسوك يمكن وتنافسهم، اليوم نصيف ما في حدا عم ينافسه سبق الكل، قديش بتعتز بهيدا الشيء باللي وصلت له انه فعلا انت صلت بمكان حقل اقول للشباب اللي من جيلك؟ هذا شيء انت عم تحكيه، عكس ساحة كبيره وبتسعى الكل ودائما في منافسه، اي انسان بيعمل غنيه واي انسان بيكون مسيرته مشرفه والعالم بتحبه منافس، وطبعا انا عم بحكي دائما ضمن المنافسه اللي هي فعليا فيها نور الله، يعني خلينا نقول منافسة مشروعة طبعا بشرف وبلياقة، كل إنسان ناجح أنا بنافسني وبتخيل حالي أنا منافس الكل إذا أنا كنت حدا ناجح أو حدا عم بعمل شيء. سبقت الكل أنت عم تقوله، أنا متخيل بكير نحكي عن هالشيء بصراحة. والله أنت الأكثر حفلات والأعلى أجرا والأكثر طلبا، شو بيعني هذا الشيء؟ انت سبقتهم. شو بدي رد عليه؟ شو بدي لخي؟ خي انت عم بتقول خي انا هلا بحالي تركني بدي عندي حفله بعد شوي، هذا طلع هذا تواضع ولا شو؟ انا مالي بالقصص، انا عندي حفله هلا بعد شوي والله يوفق الجميع، الله يوفقنا كلنا اكيد الله يوفقك يا رب. والى الامام ما حدا بزينه سعره ولا حدا بزينه عدد حفلاته، القصه بالكميه وليست بالنوعيه، فيمكن في عالم بتعمل حفله حفلتين واسمه ومن اسمي بمراحل وسعر الفنان ما بيزينه يعني. بس نصيف تصنفت انت، انت عم بتصنف العالم بتحب تصنف، خيي انا ماني مصنف حالي، النوعية اهم من الكمية، ما هي نوعية اللي عم تقدمها واجتهادك هو اللي وصلك لمكان وتصنفت. انت عم بتصنف خيي خلاص على خير، انا بدي عليك تلتت اول شيء دايني الضوء. خلاص حماد أين العشق؟ أين العشق؟ إنه تكون مثل الكل وشوفك
أنت شاب وسيم وجميل وجريء، موضوع التمثيل عم بيطاردك، عم بينعرض نصوص، بدك تخطي الخطوة ولا شو؟ شو مفكر بهذا الموضوع؟ ليك بكل صراحة ما نعرض، ولا عشان ما أكون كذاب يعني ما نعرض، وصراحة ومو لأنه نعرض عم جاوب الجواب، بس أنا صدقا يعني لا نعرض ولا أنا كتير مفكر حاليا نفوت بمشروع التمثيل. أنا دائما بقولها برددها هالكلمة، البوصلة ما أنا ضايعة تبعي، وما بشوف حالتها حاليا مصد حابب بالعالم تعرفني كمغني نصيف زيتون، مش كممثل ومغني. أنا شغلتي غني وبحترم كل واحد بشغلته، وبعدين الله هيك إذا وفقنا وشو بيعطينا بعدين، الطرق مفتوحة. بس أنا حاليا يعني مطروح للعالم كمغني، يعني أنا حاب أوصل كمغني. الله يوفقك. زرت بلدان كتيرة أوروبية عربية وحتى بأمريكا، شو البلد أو البلدان اللي حابب تزورها وتقابل جمهورها؟ ما بقى أنا بحب لاقي كل المحبين وين ما كان بكل صراحة. هلا بلد يخطر على بالي هلا صعب شوي، بس نحن دايما نتمنى، أتخيل أنا وكل الفنانين الأساتذة الفنانين، إنه يوما ما نقدر نغني بمحبة وبكل، خلينا نقول بحرية وبمحبة ومرفوعين الرأس، نقدر نغني عند أهلنا بفلسطين، بس ترجع فلسطين. وبدك أحب مكان على قلبي أنا دائما مغني بلدي بسوريا، هيك نغني فيها بس ترجع الأمور كلها بخير والدنيا ترجع سعيدة. وهيك I'm gonna go.